اهلا بيكم. في حاجتين هتكلم عنهم النهاردة، حقيقي لو الحاجتين دول انت قدرت تتغيرهم حياتك فعلا هتتغير، او ظروفك هتتغير، او حالتك النفسية اللي ممكن تكون سيئة هتتغير. اول حاجة هي افكارك تجاه كل حاجة بتحصل حواليك. لو انت افكارك طول الوقت افكار يأس، افكار فشل، افكار كلها سلبية، افكار كلها حزن، انت مش هتعرف تعيش كويس. انت هتخلق لنفسك نفسية تعبانة طول الوقت، لانك مش متقبل الظروف، لانك دايما بتشوف الظروف انها اعلى منك، دايما شايف انه ليه حصل كده، هو ازاي حصل كده، كده حرام، كده كتير، كده ما ينفعش، انا مش قادر. كل الحاجات دي او كل الافكار دي هتخلق طول الوقت انسان تعبان. طيب يعني عايزة تقوليلي ان انا ابقى مبسوط بقى وسط الظروف ومش لاقي اكل ولادي و و و و لا، انت مش هتبقى مبسوط، او فكرة انك تبقى مبسوط، لكن انت افكارك تجاه الظروف دي دايما سلام. لما يجي علينا بيجي علينا ظروف صعبة اللي كلنا بنمر بيها وكلنا دقنا من الظروف الصعبة، بنصلي. لانه انا مش عايزه اقول كلمه صلاه للناس اللي تحس انه لسه هصلي، يعني لا، في امل، في امل انك لما تصلي بايمان ربنا يغير ظروفك وسط كل العك كده. وناس كتير جربت الكلام اللي بقوله. فخلي افكارك سلام، افكار ايمان، افكار ايجابيه، ان النهارده الظروف وحشه بكره هتتعدل. لو انا ما عنديش في بيتي غير، يعني احنا ساعه كورونا كل اللي عملناه كنت بجيب اكياس من الدقيق عشان لو الظروف حكمت اني ما اقدرش ان انا اخرج بره البيت هعمل عيش. فجبنا يعني العيش او سوري الدقيق والخميرة، بس جبت كميات منهم لان الاكل انا مش هقدر اخزن الاكل بشكل كتير في البيت هيبوظ. فانا اقدر اعيش بلقمة لكن اعيش بسلام وفرح. مش مهم الفراخ غليت، مش مهم اللحمة غليت، مش مهم الدنيا غليت، لكن أنا متقبل ده إزاي. زلازل بتحصل حوالينا وأزمات بتحصل حوالينا، أوعى تشك لحظة في صلاح ربنا. فدايما خلي أفكارك إيمان، أفكار إيمانية. تحصل ظروف، تحصل كوارث، ما تقولش خلاص الدنيا مش بخير. كوارث دي بتحصل من زمان، الظروف دي بتحصل من زمان، مصر حصل فيها مجاعة قبل كده، لكن انت بتتقبل ده ازاي؟ افكارك اللي جوه عقلك اللي بتتحول لسلوك حياة في الحياة شكلها ايه؟ فمن فضلك خلي افكارك افكار سلام، ايمان، افكار ايجابية، افكار انه لا، في خير جاي. هي سودة دلوقتي بس اكيد هتبقى افضل. فغير فكرتك، متعودش تلعن الظروف، متقعدش تقول انا خلاص تعبت مش قادر، قول انا هقدر اعدي المرحلة دي بنعمة ربنا. ولادك اهم حاجة، مش الاكل اللي انت نوع الاكل ان انت لازم تجولهم او فراخ او لحمة او لا، انك ازاي تعلمهم يبقى عندهم ايمان وسط الظروف الصعبة دي، ان كله هيعدي، ان هو هيشيلنا، ان هو محوط علينا. ناس كتيرة عاشت ظروف صعبة، كلنا عشنا ظروف صعبة قوي قوي، لكن أفكاري هي اللي بتديني السلام والإيمان، مش أني أبقى تعبان طول الوقت وطول الوقت بشتكي وطول الوقت أحس أن الدنيا خلاص. لا، مش خلاص. خلي عندك أفكار إيجابية، أفكار سلام أن اللي جاي هيكون أفضل. تاني حاجة، الناس اللي حواليك أو الناس اللي في دايرتك أو اللي أنت متعايش معاهم، أن يكونوا ناس شاكرين، مش بيلعنوا الحظ طول الوقت، مش بيلعنوا الحياة طول الوقت، مش نظرتهم طول الوقت سلبية. ابعد عنهم، حب الناس كلها لكن ما تبقاش جوه دايرة الناس دي. هتقولي الناس دي لو في بيتي في أسرتي، ما تتأثرش بكلامهم، علمهم يشكروا، قول لهم أنا بشكر، إحنا لازم نشكر. لو ولادك مش عاجبهم لا، أقعد قاعدة معاهم خليهم يشكروا على الحاجات البسيطة اللي في حياتهم. لو طول الوقت حاسين انك مش مكفي علمهم، ما تسمع لهمش وتحس انك مش مكفيهم. لا، خلينا نشكر على كل حاجة. لو زوجتك
لو زوجك علموا اللي حواليكم، لو هما جوه بقى البيت، لا احنا محتاجين نشكر، اديهم افكارك الايجابيه، ما تاخدش من افكارهم السلبيه او افكار عدم الشكر او عدم السلام. فحاجتين هتشتغل عليهم هي افكارك اللي بتتحول لسلوك في اثناء يومك، بتتحول لسلوك مع الناس، بتتحول لسلوك تجاه ربنا او تجاه نفسك محتاج تغيرها، والناس اللي انت عايش وسطهم او عايشين حواليك او القريبين منك. ربنا معاكم ويديكم ان انتوا تقدروا تغيروا الحاجات اللي مش مظبوطة في حياتكم، سواء كانت افكار او ناس او اي حاجة عائق ان انت تعيش بسلام وايمان. شكرا ليكم، سلام.